علماء النفس بيتكلموا عن احتياج الكفاية. أنا كفاية أستمد شعوري بالغنى من نفسي، أشعر داخلياً إن أنا كافي، ولا شيء هيزودني ولا شيء هينقصني. هو ده احتياج صاحبة الطلب، نفسها تشعر إن هي كفاية، حاسة إن هي مش كفاية فعايزة تلبي احتياجها وتشبعه، بس بطريقة غلط، بالماديات. والحقيقة إن الماديات دي مهما ملكت منها لا تشبع احتياج الكفاية. الاحتياج الداخلي ده لن يشبعه إلا نفسي، إن أنا أشعر بالغنى وأشعر إن أنا كافي. وحنقول إزاي. في مصطلح في علم النفس اسمه الثقب الأسود، البلاك هول. فكرة البلاك هول بيقولك لما الإنسان يكون حاسس إن هو مش كفاية، مهما بقى عنده كأن الحاجة بتترمي في ثقب أسود، بتروح زي مثلث برمودا كده، بتروح محدش يعرف عنها حاجة. هي عمالة تطلب طلبات، ومهما طلبت الحاجات دي لن تشعرها إن هي ليها قيمة. هي محتاجة تغذي احتياج الكفاية فتشعر إن ليها قيمة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الغنى مش بكثرة الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس. هي نفس فكرة الكفاية، أنا كفاية، المهم تمتلئ داخليا فتبقى شبعان داخليا. ورب العالمين وصفهم الناس اللي عندها إحساس الكفاية، قال يحسبهم الجاهل أغنياء. لما يشوفهم يحس إن هم أغنياء، متعففين، ممتلئين، هم كفاية، أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة. هم محتاجين ماديا، لكنهم نفسيا أغنياء مش محتاجين. فيحسبهم الجاهل اللي مش عارف يميز إن هم أغنياء ماديا، ما يعرفش يميز ما بين الغنى النفسي والغنى المادي. لكن الغني نفسيا هو في الحقيقة غني عن الدنيا كلها، وغني بالله، وفاهم يعني إيه مدام ربنا خلقه، وإن هو ليه دور، إن هو كفاية. ربنا جعل له دور والناس محتاجاه في دوره. بالنسبة لي الرول موديل، المثل اللي يحتذى به في احتياج الكفاية، اللي أشبع احتياج الكفاية وامتلأ، سيدنا علي بن أبي طالب. فعز لما كان يعني ماديا بسيط ماديا، وحواليه أغنى الأغنياء، أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عمر بن الخطاب، كلهم مليونيرات. إلا أن سيدنا علي لم تشعر في لحظة من حياته أن الموضوع ده فارق معاه ولا ليه أثر، بل بالعكس، يقف في غزوة خيبر ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليف الغابات كريه المنظرة، وروني نفسكم، مين يقدر يوقف قدامي؟ أنا الكبير بتاع الغابة، ما حدش يعرف يتكلم معايا. ده نتاج حاجة معينة، يعني ده نتاج رحلة داخلية مع النفس. هل المثل ده نتاج إشباع الاحتياج؟ ولو لم يشبع الاحتياج الوضع هيكون مختلف؟ صحيح. احتياج الكفاية، إن أنا أكون كافي أو مكفي، يعني أنا في حاجة تكفيني. أوكي. وتكفيني دي مش من بره، يعني أنا ما بتمليش من بره، أنا كفاية، كفاية لنفسي. ودي فيها تركة كده في النص. اللي ما عندوش احتياج الكفاية ده حسود. والحسد في السيكولوجي غريب، لأنه أمر اللي هو أنا مش أنا عايز اللي قدامي يبقى ما عندوش حاجة، يعني أوكي. مش حاجة ليا أنا، يعني مش أنا ما عنديش، هو أنا مش حاسس إن أنا كفاية، فعايز أبقى كفاية بالحاجة، بس الحاجة مش عندي، فمش عايز تبقى عند غيري، عايز أبقى عند غيري. أوكي. اللي هو لو أنا ما أقدرش أكون هناك، هاتهم لي هم هنا، يعني أنا مش هقدر أبقى، خليهم زيي بالظبط، أنا مش كفاية هم كمان يبقوا مش كفاية. بس أنا أصلا فاهم غلط، أنا فاكر إن أنا مش كفاية بالماديات، بالحاجات الخارجية. بالظبط كده. فاللي مش مكفي ده حسود. ده انت عشان انت اديت المثل بتاع سيدنا علي بن ابي طالب، انه هو لا، هو لو انت بتقول بقى اللي حواليه اغنى او غيره، اشمعنى هم؟ اشمعنى ما انا واحد من الكبار، يعني ما انا ممكن اخش في ده، اروح اتعب نفسي في حاجه ولا اعمل حاجه او اطلب حاجه. بس هو لا، هو ما انا مكفي، انا عايز ايه؟ انا في اللي كافيني. بس التويست هنا فين؟ انه فكره انه لو اعتقدت فعلا انك انت تكفي نفسك، أوكي. وهو الحقيقة انك انت مش هتقدر تكفي نفسك، انت فعلا محتاج مصدر للكفاية بس مش الناس. أوكي.
انت محتاج مصدر الكفايه صح. انا محتاج اشبع طبعًا. اشبع احتياج كفايه كده كده احتياج من بره صح. هو انت انت محتاج حد يكفيك كمان يعني مش جايه من جوه 100% هي الكفايه جوه بس هي مش جايه من جوه بالظبط كده. انت تستقر فيك انك انت مكفي ان في حد يكفيك بس يستقر ده طول ما هو بره اللي بره دول بيتغيروا كل شويه فانت مش هتستقر في ده فتبتدي تحسد وتبقى مهتز او عندك قله ثقه بالنفس. عشان كده اللي عنده بقى احتياج الكفايه ده ثقته بنفسه عاليه جدا او بيسموها تقدير الذات سيلف ستيم تقديره لذاته عالي. تقديرك لذاتك عالي على طول يبقى انت تتحرك بالاصاله باوثنتسيتي اصالتك. انا مش الغني انا مش القوي انا 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 اللي احنا بنقولها اليومين دول ابن ناس متربي شبعان هي في الحقيقه هو كفايه هي دي بقى في الحقيقه هو بالظبط كده شاعر ان هو كفايه بصرف النظر عنده او ما عندوش. انا مش محتاج اللي عندك لاني عندي اوكي عندي ما يكفيني. الله كارل يونغ بيقول لك كده انه البني ادم ريسورسفل لديه ما يكفيه صحيح. فانت لو احسس انه لديك ما يكفيك هتتصرف بطبعك هتتصرف زي ما انت تبقى على طبيعتك على حقيقتك تبقى انسان واضح اوثنتك رباني صحيح. هتغير ليه وانت يعني هتغير ليه من نفسك اذا كنت مش محتاج حاجه من بره. الله.